ورجعنا لحضراتكم. يعني فصل الشتاء من الفصول الجميلة والرقيقة والحلوة، والجو بيبقى لطيف كده، وبيبقى جو أسر كده، الناس قاعدة في البيت، لكن بتكثر الأمراض الشتوية وخاصة الإنفلونزا. طبعا دور برد، تلاقي الأطفال وهم صغيرين قوي عندهم دور برد، والكبار عندهم دور برد. تعالوا نتكلم أكتر عن الأطفال، إزاي نقي ولادنا من دور البرد؟ هل في حاجات ممكن نعملها تقي ولادنا من دور البرد؟ طب لو جالهم دور برد كتير، بنلجأ إن احنا نفتح التلاجة، طلع الكام برشامة والكام علبة دواء دول اللي احنا حافظينهم ونديهم لأولادنا، زي نتعامل مع دور البرد؟ هل في بعض الأكلات أو بعض المشروبات تقلل من حدة دور البرد؟ نسأل أسئلة كتيرة النهاردة، ونفتح لحضراتكم التليفونات، وتبقى التليفونات على الشاشة على مدار الفقرة النهاردة. اللي حابب يتصل أو يسأل الدكتور اللي بيشرفنا النهاردة، أستاذ دكتور أسامة إدوارد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولاد. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور يا دكتور. اشمعنى يعني فصل الشتاء نلاقي الانفلونزا كتير والبرد كتير، وان الناس كلها ماشيه تعطس وعندها زكام كده زي، وتلاقي الدنيا مش مظبوطه؟ في فيروسات بتنتشر في فصل الشتاء بالتحديد، فيروسات برد وفيروسات انفلونزا، زائد انه في موسم الشتاء بيبقى فيه موسم تكدس دراسي، فهتلاقي المواصلات زحمة شوية زيادة، الفصول زحمة زيادة، فسهل قوي ان واحد تعبان ينقل المرض للحواليه. زائد ان الباصات بتزيد، فالعوادم بتزيد، فالتلوث بيزيد، فبرضو ده بيزود فرصة التعرض للأمراض. عندنا في مصر موسم حرق الرز بيجي على أول الشتاء، فبيزود التعرض للحساسية، فبتلاقي بقى الأفكار مجمعة كده بتزود انتشار الفيروسات عموما في الشتاء. الأطفال بالذات بيصعب علينا جدا، خاصة اللي هم الصغيرين أو اللي هم سنة واتنين دول، ونلاقي عندهم دور برد شديد وعندهم احتقان، يعني حتى صوتهم مش طالع في العياط يعني، فبيبقوا صعبانين علينا يعني. إزاي نقي ولادنا من موضوع الإنفلونزا؟ نقي ولادنا في موضوع الانفلونزا طبعا المناعة الطبيعية، اللي هي يعني التغذية السليمة، ده نمرة واحد. الطفل اللي بيتغذى يعني وزنه ماشي مع سنه كويس، ده بيبقى كويس. طبعا الرضاعة الطبيعية دي لا غنى عنها، وخصوصا أول ست شهور. كل لما الأم ترضع طبيعي، كل لما بتدي حماية وقاية من الانفلونزا. طبعا يعني يا ريت اللي تعبان ما يقعدش يبوس في العيال، يعني الناس كده تحس ان بتستعمل الاطفال الصغيرين على انهم توي لعبه، كله حاجه بوس واحضان. ايوه، احنا لازم نفهم ان العطسه الواحده تحمل ملايين من فيروس الانفلونزا محمل في الهواء، والفيروس حي لعده ساعات على بقى المكتب، على التلفزيون، على الترابيزة، على سرير البيبي. فلازم نبقى فاهمين انه في، يعني انا دايما افضل كده، يعني طالما في حد عيان في البيت ياريت يعني على الاقل ما يبص الطفل للعيان. تمام. الأطفال كمان اللي هم بيبقوا في المدرسة، ونلاقي الطفل جاله، يعني الولد جاله انفلونزا مثلا ولا حاجة، نلاقي بقية الفصل في المدرسة عنده برد وعنده انفلونزا. كمان ازاي ناخد بالنا من الحتة دي؟ دي برضو نفس الفكرة، يعني تخيل واحد عنده برد أو انفلونزا، عطسة واحدة ممكن تأثر على فصل كامل، وخصوصا لو الفصول متقفلة. طبعا كل ما النوافذ اتقفلت والفصول مكتومة بتخلي الفيروس يبقى أكتر مكدس في مكان ضيق. تمام. لكن كل ما أنت بتفتح الهواء شوية، بتهوي الأوضة شوية، بتقلل عدد الولاد، توسع المسافات، بتدي فرصة طبعا أن الدنيا تكون أحسن. هي نزلة البرد هي الانفلونزا، ولا هو في اختلاف ما بينهم، ولا احنا ايه؟ ده فرق كبير جدا. ياه، احنا على طول قلنا عنده نزلة برد وعنده انفلونزا، هي يعني. لا، اولا يعني طبيا يعني علميا ده فيروس غير ده خالص. فيروسات الانفلونزا ممكن تصل، فيروسات البرد او الزكام ممكن تصل ل 200 فيروس، بس البرد راني نوز، يعني رشح بعطس كتير بحراره بسيطه، وممكن تبقى سيلف ليميتد 5 لـ7 ايام لو المناعه كويسه، بحبه كحه واحتقان في الزور. ويميز البرد انه برد، لكن انت يعني ايه في الشغل وعندك برد، بتذاكر وعندك برد، قاعد تجايب كيس المناديل وشغال عادي. الانفلونزا لازم سخونيه عاليه،
39.5 تكسير حاد في العظم والمفاصل، عرق جامد، ممكن اعياء. يعني الانفلونزا عمر ما حد ياخدها وهو واقف. يا الانفلونزا دي اللي هي بتربط الواحد في السرير، ما يقدرش يتحرك. الانفلونزا ليها تطعيم طبعا، لكن البرد ملوش تطعيم، لان البرد غالبا انت بتاخده. عشان كده برضه اسال حضرتك، يقول لك انا مطعم ومطعم عيالي وجالنا دور برد، فالبرد ملوش تطعيم. هو التطعيم بيبقى ضد الانفلونزا. البرد ملوش تطعيم، التطعيم ضد الانفلونزا. دي معلومه هايله دي يا دكتور. وتطعيم الانفلونزا ضد فيروس الانفلونزا، مش ضد كل امراض الشتاء. يعني عادي مطعم وقبل شهر 10 وبتاع وكل حاجه، بس ده مش هيقيم من دور البرد. لا يعني انت ساعات العيان يقول لك ازاي الولد يجي له التهاب في الحلق وانا مطعمه الانفلونزا، ازاي يجي له نزله شعبيه. ماشي، انت بتطعمه ضد فيروس الانفلونزا اللي بيتغير من سنه لسنه، اللي منظمه الصحه العالميه ادت عليه ريكومنديشن، اللي هو هيبقى اصعب دور، او اللي ممكن يكون احيانا مميت. تمام، لان في ناس فعلا بتموت من فيروس الانفلونزا. يا ساتر. لكن ده مش معناه انه يحميك 100% من كل امراض الشتاء. حلوة. طب يا دكتور، احنا لما بيحصل كده للولاد ولا حاجة، اوقات مش عايزين نروح للدكتور، مش فاضيين، او يعني لظروف اخرى، فبنفتح تلاجة، عارفين كده احنا كام دواء وعندنا خبرات في مجال البرد ده شديدة قوي، فندي الولاد منهم. هل ده صح ولا لازم نروح للدكتور؟ شوف يعني برضو لو العيان مستحمل، يعني احنا شاكين يكون برد، حبة عطس ورشح وكده، طبعا في نقط انف ممكن نستخدمها لاحتقان الجيوب الانفية. ودلوقتي في كمان بخاخات مية بحر كويسة امن. بس نقط الانف اللي مكتوب عليها اطفال استخدامها من 3 لـ5 ايام، اكتر من كده تعمل التهاب في الجيوب الانفية تاني. حاجة اسمها ريباوند. نحنا بنشيلها ونستخدمها الصيف الشتاء اللي بعده. لا مش الشتاء اللي بعده، لكن كل دور ما يزيدش عن 3 لـ5 ايام. لانها بعد كده بتعمل زي حساسيه. نرميها يعني حتى لو باقي فيها شويه نرميها؟ لا لا لا، لو اتشالت في التلاجه ما فيش مشكله. تمام. لكن دلوقتي كمان في الاطفال في بخاخات فيها ميه بحر، سي ووتر، دي ممكن تستعملها طول ما في رشح. تمام. ممكن طبعا دواء حساسيه برضو ما فيش منه مشكله. ممكن دواء احتقان للجيوب الانفيه زي ادويه البرد اللي موجوده في الصيدليات. عادي ما فيش مشكله. تمام. ممكن ادويه سخونيه لو السخونيه لغايه 38. تمام. بس احنا في السخونيه بندي ايبوبروفين او ديكلوفاناك او سيتال الاسيتامينوفين، لكن الاسبرين في الاطفال ممنوع تماما. يعني ممكن يجيب حاله تاثر على الكبد بتاع الاطفال. ساتر يا رب. طب الدكتور، نبتدي مع حضرتك وتليفوناتنا واتصالاتنا. معايا استاذ مفيد من هنا. استاذ مفيد اهلا بيك. يا استاذ مفيد، استاذ مفيد اين انت؟ استاذ مفيد مش طيب. عايز اقول لحضرتك كمان اللي بالنسبه للكبار شويه، اوقات بنستعمل فيتامين سي، وفي يعني في اوروبا والدول المتقدمه يعني بيبيعوا كده فيتامين سي كبسولات كده كبيره، فبناخدها بكثره في فصل الشتاء من غير ما يبقى عندنا برد. هل ده مناسب ولا لا؟ فيتامين سي في الشتاء موجود في البرتقال، موجود في الليمون، موجود في الفاكهة الطبيعية. بتكلم عن البراشيم، من الحاجات اللي ترفع المناعة، لكن ما تعالجش الانفلونزا ولا البرد. يعني ترفع يعني المناعة شوية. كون ان انا اخد فيتامين سي ده هيرفع مناعتي، لكن مش هيمنعني من الانفلونزا ولا البرد. لا، وانس جه خلاص ليه دورته. اللي هم الثلاث اربع ايام دول، حسب بقى لو برد او انفلونزا. الانفلونزا ممكن تطول، ممكن تجيب لغاية التهاب رئوي، نزلة شعبية حادة. لكن هو فيتامين سي كون ان انا اخده على شكل كبسولات، هل ده ما يضرش الكبد او ليه اضرار ولا عادي مش مشكله؟ لا يعني بس هو يكون العيان محتاجه. ما هو يعني لا مش عيان، يبقى كده بقى ياخد فيتامين سي على فيتامين دي على فيتامين ايه. بيتاخد كوقايه. يعني كوقايه في الشتاء ماشي، لو اتخذت كفاكهه طبيعيه ماشي، او عصاير ماشي، لكن ما يعالجش دور افرنس. هو يرفع المناعه ممكن.
تمام. دكتور، برضو من الحاجات اللي بنشوفها في فصل الشتاء برضو موضوع السخونة، وموضوع السخونة حضرتك بتأكد عليه ان هو حاجة خطرة، يعني ما نتهاونش بيها. ازاي ما نتهاونش في موضوع السخونة، وايه الاجراءات اللي نعملها على طول، خاصة ان احنا ممكن نتفاجئ ان الولد او البنت سخن الساعة 2 بالليل ومفيش دكتور ومفيش مستشفى قريبة من البيت، ايه الحاجات السريعة اللي ممكن نعملها؟ اول حاجه بس عايز ارجع معاك للنقطه الاولانيه، ان احنا لغايه في سن الاطفال ما بنديش اسبرين. ما بنديش اسبرين، حضرتك بس بتاكد لنا على الموضوع ده. راسه او لبوسه او حقنه. تمام. لان في حاجه اسمها ري سندروم، دي ممكن تاثر على الكلى لو هو اوريدي عنده نزله فيروسيه. تمام. السخونيه. السخونه كده كده لازم يبقى عندي ادويه السخونيه بتاعتي شايلها في الثلاجه، سواء شرب او لبوس. وممكن احتاج ادي دواء او اتنين للسخونية، وممكن ابدل بين ادوية السخونية لغاية كل 4 ساعات بالتبادل لحد ما اكشف عليه. السخونية اللي بتطلع وتنزل مع دواء السخونية ممكن اصبر على الطفل 2 لـ3، مفيش مشكلة طالما بتطلع وتنزل والولد صحته كويسة، ممكن ادوار برد او نزلات فيروسية خفيفة تخف. لكن انا بدي دواء السخونية والولد تعبان قدامي او الحراره مش عايزه تنزل حتى بادويه السخونيه وانا ببدلها، لازم اكشف. دي من الحاجات الامور الخطر جدا، يعني ممكن طبعا ممكن من اول البرد للانفلونزا للنزلات الشعبيه الحاده للالتهاب الرئوي لالتهاب السجايا سحايا المخ، يعني عندي لغايه التشنجات الحراريه. تمام. كل ده موجود. احنا الصعيد متواصل معانا بشكل كبير، ومن سوهاج نروح للمنيا. استاذ ثابت، استاذ ثابت اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ ثابت. انا صباح حضرتك. انا ابني عنده 2.5 سنين، وعملت عمليه اللوز واللحميه على سن 30 الا 18 يوم كده. تمام. وبعد ما جت كان على طول باستمرار مرشح وكده ونفسه متضايق، وبعد كده من اشياء بعد العمليه وما زالت الناس اشتغل تاني. تعيد الحتة الأخرانية دي تاني يا أستاذ. مسألة التنفس. زي ما بقول لحضرتك بعد ما عملت له العملية الرشحة عندي خف خالص. طيب. وبعدها بشوية دخلنا على يعني مع البرد كده الرشحة تاني اشتغل معايا ونفس ابتدى يتضايق شوية. تمام تمام. بس تعب تاني. اتفضل يا دكتور. طبعا دي ممكن تكون فيها 3 حاجات، أولا ممكن يكون عنده حساسية جيوب أنفية، فدي يعني موجودة حتى بعد ما شال اللوز واللحمية. يعني ممكن يكون كان عنده لوز أو لحمية كبيرة أو كل حاجة لوحدها من الاثنين، فهو شال جراحيا اللوز واللحمية. لكن ممكن يكون في حساسية أنف أو حساسية جيوب أنفية، ودي موجودة مع تغيير الفصول فتكون زادت شوي. تمام. أو يكون الولد مناعته ضعيفة فبيلقط أدوار كتير. تمام. فهو لسه محتاج شوية، يعني لسه محتاج علاج. تمام. دكتور برضو عايز اسال حضرتك عن حساسيه الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر، وهي بتبقى شديده وقويه جدا ومنتشره في فصل الشتاء، وازاي نتعامل معاها؟ طبعا هو فصل الشتاء هي مع تغيير الفصول ممكن يبقى فيه حساسيه. حساسيه الانف دي انف، يعني رشح من وقت للتاني، الرشح ده بيكون ميه غالبا ما بيكونش مخاضي قوي، هتلاقي الطفل دايما بيهرش. لا مش الطفل كمان، انا بتكلم عن حساسيه الجيوب الانفيه دكتور، وانسداد تام في الـ في الـ في الانف، ومرضى الجيوب الانفيه بقوا كتير جدا، وبيبقى حاجه صعبه جدا، الانسان ما بيعرفش ينام ما بيعرفش يتنفس. ما هو مرضى الجيوب الانفيه دلوقتي في بخاخات كورتيزون موضعيه. في بخاخات ميه بحر عاليه الملوحه تتحسن مع ادويه الحساسيه العامه. لو ما جابتش نتيجه احيانا بيلجأوا ساعات لحقن موضعي في الجيوب الانفيه، واحيانا جراحه انف واذن. حسب يعني التحسن جايب علاج ولا لا، او حسب المده الحساسيه بقى لها قد ايه. لكن بالنسبه للاطفال ما بتكونش وصلت للمرحله دي. يعني بتكون ابسط شويه، فبياخد ادويه حساسيه، بنمنع المثيرات لو في حاجه خارجيه سواء روائح او اكل او تغيير الجو، التهويه كويسه، وبنشوفها مع التواصل مع كل سنه هتمشي ازاي. تطعيم الانفلونزا مهم برضو، يعني تطعيم كويس في الحالات دي بيقلل ادوار التهابات الجهاز التنفسي، لكن ملوش دعوه بالحساسيه طبعا.
ده في تطعيم دلوقتي للأطفال في سن صغير خالص للجيوب الأنفية، فهل ده بيدي فعلا وقاية وحماية للطفل؟ لا مش عندنا في مصر الكلام. لا هو موجود في القطاع الخاص في مصر، يعني موجود اللي هو تطعيم الجيوب الأنفية بعيدا عن التطعيمات بتاعت وزارة الصحة. قول لي اسمه ايه وانا اقول لك ده جيوب أنفية ولا ده في السنة الأولانية ولا الثانية ولا ده بيتاخد لغاية 3-4 سنين، بيبقى في القطاع الخاص في المستشفيات القطاع الخاص بعيدا عن التطعيم بتاع الحكومة، بيبقى في حدود 1000 جنيه او 1200 جنيه يمكن ربما. لا في البريفانار ده للحمى الشوكية والالتهاب الرئوي والتسمم الدم والأذن الوسطى، يجوز ده اللي انت تقصده ممكن. اسمه بي سي في الحمى المتكورة، هو ده سعره أقل من كده بكتير، وده موجود عادي وحتى في المصل واللقاح تبع الوزارة وسعره أقل من كده. في نوعين تمام. في نوعين من التطعيم دوت وموجودين تمام. من الأمراض كمان اللي بتبقى منتشرة خاصة في الشهرين اللي احنا فيهم دول يناير وفبراير الجاي، مرض بيسمى الروتا. ايه هو الروتا ده يا دكتور؟ الروتا ده فيروس برضو، فيروس منتشر للنزلات المعوية الحادة، بيجي في صورة قيء مستمر مع ارتفاع في درجة الحرارة ومصحوب بإسهال، وأحيانا الإسهال بيبقى مدمم. الروتا برضو بينتصر عن طريق الإفرازات الفمية والبراز، وبرضو الفيروس بيقعد مدة طويلة، فممكن الأم وهي بتغير للبيبي بتاعها لو ما خدتش بالها من غسيل الإيدين والمعناية يفضل الفيروس في إيديها ويتنقل لأطفال تاني. يعني مهم الأم دايما إن هي تغسل إيدين ابنها دايما بالصابون. أهم ثقافة في الشتاء نعلمها لأولادنا غسل الإيدين. غسل الإيدين غسل الإيدين، لأنه لما أنت تعطس عطسة أو تغير لحد وتلاقي فيروس بالملايين، ممكن تلاقيه على سطح المكتب، على يعني عطسة واحدة بتبعد لغاية ممكن لغاية 4 متر في الهواء، ممكن توصل لإيد حد، توصل لمقبض باب، توصل لقلم بتكتبه، وتوصل لحرف كتاب، فأي تلامس بعد كده بيعيد التكرار تاني. طب إذا كان حد فينا يعني الأم عندها برد أو دور برد شديد وبترضع، تعمل إيه؟ هل ممكن البرد ده يوصل عن طريق الرضاعة للطفل؟ يوصل عن طريق النفس بالأولى، ما هي بترضع كده، يعني هي وهي شايلاه بترضع كده النفس في النفس. بتاخد علاج، بتلبس ماسك صغير، وتحاول ما تعرضش للولد إلا في فترات الرضاعة المختصرة. على قد ما تقدر طبعا، لأن هي المعتنية بيه، لكن برضو عايزين نوصل إنه أنا لأني كبير فتعرضت للفيروس كتير، ممكن الفيروس يكون عندي خفيف. لكن أنا لو نقلته للبيبي الرضيع اللي ما عندوش لسه مناعة ممكن أجيب التهاب رئوي. يعني فيش حاجة اسمها ده أنا عندي شوية برد. إحنا بننقل لأولادنا أمراض كتيرة غالبا بسببنا. تمام. لكن هي لو يعني حمت الطفل في موضوع التنفس وحطت كمامة مثلا ولا حاجة وهي بترضع البيبي، ما بيوصلش عن طريق الرضاعة؟ لا ما يوصلش عن طريق الرضاعة. طب حلو خالص. وبرضو السجاير اللي في البيت، الأهالي اللي بتشرب سجاير وبعدين يقول لك أصل بشرب في الأوضة في الحمام بدخل البلكونة وأخرج، لا في ريحة نيكوتين طالعة وفي نفس طالع، وكل ده بيضر رئة الطفل. تمام. معايا اتصال تليفوني آخر لحضرتك. معايا أستاذة ماريان من القاهرة. أستاذة ماريان أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. خير. بعدين كنت عايز أكلم الدكتور، بس أنا عندي كراس عنده 9 سنين. تمام. هو زوري بيقول لي أحس وأنا ببلع كده كأني في شوكة كده في زوري. أيوه تمام. بس وديت أوبنتين 457 وخلص في الإجازة، بس هو برضه لسه تعبان. تمام. هو عنده 9 سنين، بقاله قد إيه زور وجعه؟ يعني 4 أيام كده أو 5 أيام. طيب خلاص، ألف سلامة على كراس، والدكتور هيرد عليك. اتفضل. يعني لو شوكة بوجع بس ده ممكن تصبر عليه 4-5 أيام، لو التهاب في الحلق بياخد وقت أكتر من كده، بس ما يكونش واكل سمك، يعني في شوكة حقيقية، لأن أحيانا كتير الأطفال بيبقى فيه شوك فعلا. فورين بودي. طبعا. لكن لو زوره بيشوكه لا، تستنى عليه شوية وتاخد وقتها يخف. يعني ممكن هو بقى له 4-5 أيام، ممكن يكمل أسبوع مثلا. أسبوع. وبرضه لازم نعرف إن أي دور برد معانا من أسبوع لأسبوعين، يعني ساعات الأهالي بتقلق. يعني ممكن دور البرد يشبط في الواحد أسبوعين؟ لغاية أسبوعين برد ممكن. تمام.
برضو يعني حابب اسال حضرتك عن ناكل ايه في مصر في فتره عايز اقول الشتاء. بس تعليق مهم برضو بالنسبه للرؤيه، احيانا كتيره في مصر الناس تشتكي ان الولاد بيجي لها اسهال. ومع الثقافه العاليه يقول لك ده الرؤيه مثلا، وبعدين تلاقي الام اكلت الطفل الرضيع كوارث، يعني يقول لك اصل انا وانا شايله بص لي في طبق الكشري، انا وانا شايله كنت باكل بسبوسه قلت ادوقه، ايوه اصل ماما حطت صباحها في الملوخيه وحطتها في بقه. فلازم نراعي انه يعني التعليمات اللي بتكتب عن الاكل نلتزم بيها. احيانا كتيره جدا بيبقى سبب الاسهال او النزلات المعويه الاهالي او الاهالي المحيطين. تمام، اللي هو بناكله اكلات يعني هو من سن قد ايه يبتدي ياكل مثلا؟ ياكل كل حاجه؟ ممكن يبتدي لا كل حاجه دي كل حاجه دي مش موجوده، ده مش موجود، ده ممكن نسمح بيه بعد سنه كل حاجه دي. لكن يعني من 6 أشهر ممكن يبتدي ياكل، ممكن من الاول السادس. يعني بعد ما يقفل 5 أشهر ممكن يبتدي ياكل، وياكل حاجات معينه خضروات حبوب كده، لكن طبعا لكن بصلي في الاكل اصل انا ما اكلتوش بس لحسته، اصل ماما دوقته، كل التعبيرات دي هي خاطئة يعني. تمام، يبقى نخلي بالنا من الموضوع ده. طب ايه اللي ناكله احنا وياكله ولادنا ويبقى مفيد في فترة الشتاء؟ طب استاذن حضرتك قبل ما نشوف موضوع الاكلات اخد التليفون اللي معايا. معايا استاذ عماد من القاهرة. استاذ عماد اهلا بيك. يا استاذ عماد. يا استاذ عماد ارجوك العبارة متكررة، اسمعونا من التليفون مش من التلفزيون. أستاذ عماد مصمم يسمعني من التلفزيون. ناكل ايه يا دكتور في فترة الشتاء؟ احنا في طبعا ميزة كبيرة ان في فيتامين سي في البرتقال وفي الموز وفي الفاكهة عموما. بالنسبة للأطفال أو الكبار عموما الفاكهة والسلطات دول أهم حاجة. دول اللي فيهم بروتين، فيهم تريس إليمنتس اللي هي المواد القليلة، فيهم الأنتي أوكسيدنتس اللي بترفع المناعة. فلو قدرنا الفاكهه الطبيعيه مش شيبسيهات وكاراتيهات وبوزوهات وهوهوز ده بره، ده بره الشتاء، ده المفروض يبقى بره الليست. بره الليست. لازم اعلم ولادي ياكلوا طبيعي او يشربوا عصير طبيعي. طبعا الحاجات دي ما بتبقاش على يعني ما بتبقاش على هواهم قوي يعني، وهو لا على هوا الولاد. وللاسف احنا برضو العائله المصريه ضعيفه الشخصيه. يعني اصل قاعد يعيط، اصل زن، اصل وقف قدام المحل ومسك الحاجه، اصل صاحبه جاب في المدرسه فهو عايز يجيب زي جايبين وهو لا. دايما تقول له يا مدام ما اقولكيش احرميه، حطي الفاكهه جوه الشنطه. قولي له بدل ما تشتري كذا هحط لك كذا. لان الولاد تميل الى انها تضر نفسها، ساعات طريقه الحفظ بتبقى غلط برضه، فالعيال بتتعب كتير. هل طريقتنا في التعامل مع البيت في فصل الشتاء ممكن تخلينا ان يجي لنا برد، اللي هي فكره قفل الشبابيك كلها، اوعى يكون باب البلكونه موارب، اوعى مش عارف ايه بتاع، خايف يفتح الباب، قاعدين كلنا في مكان متقفل وخاصه لو الشقه صغيره، هل ده يجيب موضوع البرد؟ انت يعني دوس على الجرح. طبعا التهويه ملهاش علاقه بالبرد. مفيش هوا ينقل امراض. يعني انا دايما اقول للامهات لبسي طبقه زياده عن اللي بتلبسيه انت. احنا عندنا يعني اولا كميه اوفر رابنج، يعني الست بتلبس مثلا 4-5 فانيلات داخليه وثلاث بلوفرات. طبعا يقول لك كلفه الواد، يقول لك يعني عشان ما يجيلوش برد. هو مش هيجيله برد، يعني البرد ده فيروس. ده ميكروب بيجي ملوش علاقه باللبس. كل اللي بنعمله ان احنا بنخلي العيال تعرق في هدومها او انها تغرق نفسها، وبعدين من كتر اللبس يتعود على مناعة ضعيفة، فأي تغيير في الجو وفرق الحرارة يقلل المناعة. يعني مش هيحصل له حاجة. يعني بنشوف حتى في روسيا في عز درجة الحرارة 15 و20 تحت الصفر بيطلعوا الولاد يعني لابسين مايوهات وبيبيهات صغيرين ما بيحصل لهمش حاجة. يعني عمر ما يحصل حاجة من البرد، ملوش دعوة بالبرد بتاع الجو. يعني كل لما تعود ابنك على تهوية حلوة كل ما يقل. لكن انت حاطه في فرن، يعني انت حاطط مثلا 4-5 بلوفرات غير الشنطه غير الحاجه، فانت حطيته في درجه حراره توازي 38-40. تمام، يخرج بقى
على مدرسة مثلا، أو ينزل من باب العمارة، أو يطلع بسرعة صحي بدري وتنزله على الأوتوبيس، فرق الحرارة ده هو اللي يعيه، يتلطش بدور برد على طول. تمام، معايا أستاذ بشرة من عين شمس. أستاذ بشرة أهلا بيك. يا أستاذ بشرة التليفون فصل، أرجوك كلمني تاني. أستاذ بشرة من أصدقاء البرنامج يعني. طب يا دكتور، برضو من الحاجات بالنسبة للجو وكده، كنت عايز أقول لحضرتك يعني في حاجات برضو إحنا عادات بنعملها، غير إن إحنا بنقفل الدنيا، بس في حاجات توارثناها أعتقد إن هي كويسة. يعني فكرة إن لما يكون الجو برد وأنا خارج أغسل وشي بمية ساقعة، يعني إزاي أتعامل في موضوع إن أنا أطلع من البيت للشارع دي؟ يعني أصحى قبل النزول، مش لازم انزل على طول كده على ما لوش. يعني في امهات بتصحي اولادها والبص يدلق من السرير على الشارع. اصحي بدري شويه، اشرب ميه او اشرب حاجه دافيه، يعني يكون دخل في الوعي، يكون دخل. لو غسل شعره عشان هو رايح المدرسه مثلا، يبله خفيف وينشفه. لا، غسل بميه سخنه ده عادي، ميه سخنه او ميه فاتره ما فيش مشكله، يغسله وينشفه كويس. ويفضل برضو انه تغيير الفصول البس طبقه زياده، وممكن تكون قابله للقلع. يعني لو الجو حرر منك الظهريه ما تفضلش لابس ده كله، اللي هو يعني مثلا بلبس بلوفر وفوقيه مثلا جاكيت. الدنيا حر تقلع الجاكيت، لانه مثلا انت نازل الساعه 7 الصبح غير 12 الظهر. صحيح. فممكن على الفسحه والجري الولد يعرق. ايوه، فرق الحراره هو اللي هيعيه. ايوه، فانا كل ما انا لبست قريب من الحراره ما فيش مشكله. برضو الخرافه الثانيه ان انا ما ينفعش اغير الولد لبسه. انا نازل بالنهار والجو دافي البس خفيف، نازل بالليل البس تقيل. مفيش حاجه اسمها لو غيرت له اللبس يعيا. ده الثقافه دي عندنا كتير، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها احمي الولد مع كل غيار. يعني يقول لك اصل انا طالما غيرت له عدد الاطقم احميه في النص، مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه دي يا دكتور؟ مش فاهم انا دي. يعني انت لما تقول للام يا ستي شيلي فانيلتين او شيلي بلوفر ده زياده، تقول لك اصل انا لازم احميه الاول. لا، عادي حسب الجو. ما نبقاش متحفظين بالزياده قوي يعني، وده مش هيمنع عنه البرد. ما فيش حاجه اسمها فتحت شباك جاله برد. ما فيش حاجه اسمها اصل جوزي وارب حته بلكونه فالواد عطس. كل ده ما طبعاً بيجيبش فيروس. انا جالي التليفون قبل ما اختم الفقره. يا استاذ بشرى من عين شمس اهلا بيك. اهلا اهلا يا استاذ سحاج. اهلا اهلا، حييلي الدكتور اسامه، ونشكركم على البرامج اللي انتم بتنعشوا بيها العالم دي. احنا اللي بنشكرك. بس رجاء استاذ سحاج، انت سامعني؟ سامعك جدا. لو سمحت شوفوا الاعداد والتليفونات دي ارجوك. حاضر حاضر يا عم بشرى، اشوف موضوع التليفونات دي. يعني شوف الدكتور يكتب دواء يكتب حاجه حلوه للتليفونات دي عشان يظهر عندها برد مصدقه خالص. ماشي ماشي، التليفونات عندها برد صلي لها يا عم بشرى. عندها برد. انا عايز اسال الدكتور على ان العيب من الستات اللي هي بتتاكل لاولادها. انا عندي المدام بتخفف للواد وتسجله وهو طالع يبقى خفيف، وهو في البيت تفضل تلفه في البطاطين. ف عايزين بقى استاذ حاج، عايزين دلوقتي تلبيه ابتدائي لحد سته ابتدائي. تمام، ازاي الوقايه من البرد؟ اشكرك يا عم بشرى. شكرا استاذ بشرى من عين شمس، ومعلش عشان وقت البرنامج. الدكتور سريعا يعني عم بشرى عايز الوقايه في فتره الشتاء خاصه في الاطفال، ادينا كام نصيحه كده يا دكتور نمشي بيهم ونكمل بيهم فتره الشتاء اللي باقي. اولا لو الاطفال بتتعب كتير، او بيجي لها حساسيه جيوب انفيه، او بيجي لها نزلات شعبيه، او عندها حساسيه صدر، طبعا لازم تطعم انفلونزا في كل الحالات مع بدايه الشتاء. تمام. الاطفال اللي عندها حساسيه يفضل تبتدي مع فصل الشتاء بالادويه الوقائيه اللي بتحمي الصدر عشان ما تتعبش من الاول. قبل نزول المدرسه يفضل نصحى قبلها بنص ساعه، نشرب حاجه دافيه، نغسل وشنا، نبل راسنا، البس طبقه واحده زياده عن اهلي فقط لا غير، ما فيش هواء بيعي. لكن فرق الحراره هو اللي ممكن يقلل المناعه. سخن البارد او بلوفرات زياده مع عرق في الفسحه هو ده اللي عايه. فدايما اراعي اللبس شويه. تمام. السلطات الفاكهه الطبيعيه التزم بيها،
وانا كل ما اعود ابني هو هيتعود، يعني ما فيش مشكله، الولاد فعلا بتتعود. تمام. الرياضه كويسه حتى لو في الشتاء ما فيش مانع، وحتى لو سباحه. بالنسبه للاطفال الصغيرين والروتا، الروتا بريئه من اي لخبطه اكل عند الاهالي. يعني انا بيصعب عليا اقول للست مثلا طب انت طعمتي ليه الروتا ودفعتي ده كله طالما ناويه تاكلي ابنك كشري او تلخبطي له في الاكل. تمام اوكي. ما نلخبطش في موضوع الاكل ونقول كل ما ندي له هيكبر اكل، لا يعني وما تسمعش الامهات امال احنا ربيناكوا ازاي؟ أيوه. امال اكلناكوا ازاي؟ ده احنا كنا بنديكوا زبادي من السن الفلاني. لازم نعرف ان لولا محلول الجفاف لولا ان في ناس كتير عايشه دلوقتي. ماشي يا دكتور، انا بشكرك جدا دكتور اسامه ادوارد استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، الف شكر لحضرتك ونورتنا وصباح النور. صباح الجمال، شكرا. نروح مع حضراتكم لاخر فقره معانا، وتبقى فقره سريعه جدا كده نقرا فيها اهم الاخبار اللي بتحصل في مصر بعد الفاصل.